يعني اثنين من الفرتبرا بيحصل ان هم قايناش مصير مع بعضهم بيمسكوا بعض قايناش مصير او عفوا بيتزحلقوا على بعض. لوردوزوس اونيل دورو كامبو روغلوك يعني بيحصل ان هي بتطلع لقدام لوردوزوس ان بيحصل زي تحدب لقدام دورو كامبور لوك يعني لوردوزوس ارقى يعني للخلف بيحصل كامبور لوك بس للخلف. بعدين هنا بيقول قلت في الرسم ده الرسم ده نورمال اوميروجا جودروك يعني بنشوف اول صوره بنشوف الفرتبرا طبيعيه خالص اهيت بالشكل ده ولكن في الصوره الثانيه ظهر عندي الكيفوزس اللي هو راح ايه التخاور زاد للخلف. طيب الاسكوليوزس بقى يبقى الامور جانن يان لارا دورو شاربوكلي يعني هنا بقى الاسكوليوز بيبقى بيروح باتجاه احد الجانبين يعني مش للامام ولا للخلف لا بيبقى يعني رايت يعني ليفت بيحصل له تغير في الشكل باتجاه احد الجانبين. الجوفينيل او الجوفينايل كيفوزس جينيت شو ادولسان ياشلار دا جرولين فوجود دروش بوزوكلو ده الجوفينايل كيفوزس يكون في الجنش اللي هم فيه الشباب يعني وادولسين يشلر ده في اعمار الشباب المراهقين بيبقى بيتشاف ان في تغير في التقويم بتاع الجسم. الاوستيوتيد الاوستيتس يعني كيميكلر ده جرولين انفكسيون في انفكشنز بنشوف في البون كيميك التهابي. اوستيومايليتس هنا بيبقى كيميك الي التهابي كيميك الي التهابي اوستيومايلايتس كيميك الي اللي هو يعني التهاب في البون يعني. بيري ارتريتد او بيري ارتريتد اكلام اتشبرسين ده كي دو كلورين التهابي ده بيري ارتريتد اكلام قلنا اللي هو الايه من مذاكر الجوينت يا دكتور نعم الجوينت هو الجبر السندجي حوالين الجوينت التيشوس اللي حواليه يبقى فيها التهاب. اوستيو ارتريت اوستيو ارتريت اكليمي اولوستران كيميك يوزلرندا في اكليم اكليم كيكر دايندا ديجنراتيف دي شكلري بليرجن اكليم ده اري يعني بيقول اني السيرفيس بتاعت البون كيميك يوزلرين ده دي في السيرفيس بتاعت البون الرشتوران اللي بتكون اكليمي اللي هو المفصل يعني سطح العظم المكون للمفصل ذي اكليم كيكر داين ده يعني الجوينت كارتريج كلام جوينت كيكاردين ده اللي هو الكارتريج ديجنريتيف دي شكلي ري بالرجين اكلام ده اري يعني في الم في المفصل بسبب الديجنريتيف تشينجز الموجوده في المفصل او في المفصل الكارتريج بتاع المفصل والسيرفيس بتاع البون اللي بيكونه المفصل. حركات اظلمه يبقى الحركه بتقل شكل بوزوكلو او بوزوكلوني سبب اولان اكلام هاستالي بيكون شكل او disorders في الشيب كمان بيكون هو ده مع نقص الحركة بيكون هما السبب الاساسي لمرض المفصل. جوت او اللي هو الجوت هاستالي كاندا اوريك اسيد ديزينين يوكسيل ميسيل صوديوم بيوريت كريستالين بادو كلاردا في اوزن لكل كوتشوك اكليم لريني انوتشوك اياك باش بارماين ميتاتارسو فرنجال اكليم تشيفرسين ده بريك ميسي اولغوس يقول اني قندا يعني في البلاد اليوريك اسيد دوزينين يعني يوريك اسيد ليفل يكسر مسي بيعلى مستوى اليوريك اسيد في البلاد صوديوم بيوريت
Kereftelerin bağ dokuları da yani bir ur en sodyum bayurit Estat. kereftelerin bir fi kognitif ve özellikle hastalığın fil küçük eklemlerinin lower small joints en çok ayak baş parmağının yani en çok galiben bir fin fi ayak baş parmağının omursal bıta اللي هو الصابع الكبير اللي هو big toe يعني بتاع الفوت الميتاتارسو فالنجر اكلين برضو تشيفرسين ده بريكمسي اولجوسو بتكون في تجمع حوالين الميتاتارسو فالنجر اكلام عند الاياك او الباش برمان طبعا معروف ان هو الجوت اول علامة واهم علامة ممكن تشوفها ان عند البيك تو خصوصا في الليفت كمان يعني بيبقى في تندر وسويلين كده نتيجة ان هو اكتر مكان بيتجمع فيه الصوديوم كريستالويد او بيوريت كريستالويد اسبوندوليتس بقى امور لورين التهابي ستيوما كيميك دوكو تيومورو كوندروما كيمينين كيكرداو هوجر لرندان اولوشان اي جي تيومورو اوستوجينيك ساركوم كيميك هوجر لرين كوكين الان هو كوتوجول كيميك تيومورو طبعا ادي كوندروما طبعا تيومر ما تقدرش كيميك دوكو تيومر يعني تيومر في البون تيشو الكوندروما بيبقى كيمينين والكيكر ده هوجر رندان اولوشون في جي تيومر يعني بناين تيومرز بيكون فين في الجوينتس او في الكارتريدج وفي البون الاستروجينيك ساركوما بقى كيميك هوجلرندان يعني في الخلايا العظمية ممكن الان كوتوجول كيميك تيومر يعني ده بيبقى تيومر سيء اللي هو مالجنت يعني وانيوجن جورنر ده اللي هو بيبقى السبريد بتاعه بينتشر قوي اكثر انتشارا يعني الكونجنتال تورتيكولوس استرنو كليد وماستويد قسم ده doğum travmasını balı olarak hematom ve hematoma bitkun bir sebep travma esne evlada fi isterno kilino au kilido mastoid masut. Sonra dafoid puz oluşumunun sorumlu olduğu olgun. Şimdi hala bitkun مسؤول عن حدوث بعد كده فايبروزس بويما ايفرسين ده قص بس قلر البويما ايفرسين ده في مرحلة النضج يعني قص كس قلر بتبقى العضلات قصيرة باش بير طرفي درو يطر بيوز ده اسيمتري اورتاتشكار زي ما انتم شايفين ارني الوش بتاعه اسيمتريكال بيظهر اسيمتريكال وكمان ان الهيد بتروح بتميل على طرف باش الهيد بير طرفه درو يطار بتلاقي نايمه على جنب هكذا ليه؟ ان في احد العضلات او عضله الديسترنو في المصول بتاعت احد الناحيتين فيها ايه فايبروز ده التورتيكولوس من قدام اون في arkadan görünüşü. Sonra min emeğe ve min halif. Doğuştan doğuştan yani konjenital. Gelmin doğum yani. Doğuştan konjenital. De mesela kalça çeke liye di kesi. Femur başının estrabiyonun dişini doğumsal olarak çekmiş olması olduğu yani femur head بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها تشكمش بشكل كونجينيتال منين؟ الخارج من الاستابيون سيرفايكال سترين بوندو عفوا دكتور هو نفس الكونجينيتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب؟ اه نعم هو نفسه السيرفايكال سترين بوندو زور لانه sonucu oluşan incin yani bir afi
cervical strain يعني بيبقى موجود في النك زي حالة سبازم. Osteosclerosis yerler kemik kalınlaşması yani بيبقى في thickening في اللوكال بون موجود ده اسمها Osteosclerosis. Osteomalacia kemik dokusunun yumuşaması kalsiyum ve D vitamini eksikliğinde bağlı olarak gelişir. Yani biol eni bone tissue ve fi yumuşaması yani fi softening kalsiyum ve D vitamini eksikliğinde bağlı olarak gelişir ve yahdus bisebep naqs el vitamin D ve kalsiyum. طيب الاوستيوبروزس اوستيوبروزس كيميك دو غوسوندا اوستيوبروز كيميك دو غوسوندا كالسيوم يتيمي sonucu atrofi gelişmesi edebilirgin durum كيميك دو غوسوندا يعني البون تيشو بيكون في atrofi gelişmesi وبيكون بسبب ان هو الكالسيوم يتمير سمجو يعني الكالسيوم بيحصل في المحلال او بياكل يعني او بتاكل يعني الديستورشنز الكلام كبسولو يرت المصر يعني المفصل الكبسول بتاعه حصل فيه ايه حصل فيه تهتك بسبلانوس doğumsal kokneli düz tabanlık yani el flat foot bitkun haga congenital aslan bis valgus dişi büyük ayak yani bibe bis valgus el foot bitkun amla al barra colocations tubalık av tubalama prodokişen mutafin yani de o fi muşkele fil peripheral vessels yani fe kulle ma yemşi şuvaya bihsar lu haga prodokişen yani ze intermittent prodokişen akondroblesia av akondroblesia blesia hena hena bibe fi eksetremitinin kısalığı sonucu üç çocuğu هنا بيبقى عنده زي قصر في القامة اسمها الجولوكي اللي هو القزم يعني بيكون نتيجة لقصر في الأطراف كوندروبليزيا الإكستريميت لرنين أو إكستريميت لرن قصالي سونجو جوجلك يعني القزامة نتيجة قصر للمفاصل أو الأطراف. عمليات كريملري أرسلوا ليسز هنا جراحي جريش ملا تدخل جراحي إكلم إكلمت شيء يابش كك لرنين شو زدرك إكلمي ينندان حركات كازان دار مسي يعني بيقدر يرجع لي حركة المفاصل من جديد نتيجة إن هو قدر يدوب الفايبروزس اللي موجودة داخل الجوينت. أرثروزس جراحي جلشملة إكلمين حركة الأرثروزس جراحي جلشملة إكلم حركة ألتشسنين كوتشل تولمسي يعني بيكون تدخل جراحي في المفصل علشان بيقلل مجال حركة المفصل ده التثبيت يعني. الأرثروتومي
Eklemin cerrahiye girişimde açılması bir iftah. Ama tedahül gurah can iftahın mufsal. O iftahın mufsal. Amputasyon or amputations ekstremitlerin bir düzeyden kesilmesi. Ligan usta olmayan fil atraf memeluyi kesilmesi. Bone grafting kemiğin bir yerden alınıp vücudun başka bir yerinde kullanılması. Yani bone grafting kemiğin bir yerden yani bir yahut bir mekan adım ve bir ruhli başka bir yerinde kullanılması ve istamilu fi mekan ahar. Mayurafi kasta oluşun yerde dikme yani bir hayat ata hasal fadra. İsmâ mayurafi osteotomi de kemik kesilmesi. Kemik kesilmesi. Yani var an ata filazam. Sıfır filazam. Tenotomi de tendon kesilmesi. سامحني دكتور ممكن اسال سؤال هلا الامبيوتيشن بيستخدموها برضو عندهم بالتركي قام ترملري الاناتومي في ترملري هيما او سانجيوس او بلازما كوريدور القام بلازما طبعا قام حجرلرنين برنتران سيفي قسم يعني بلاد بيقورا عن تو قسم او اكي قسم في واحد منهم بيبقى هجراري وفي واحد بيكون سيري الاريتروسيت او بيسموها الاريوار ودي ما بقاش فيها نيوكلوس هجرة شكر دي اولمايان يعني سيل without نيوكلوس او non nucleated cells ve çok burunun kan hücresidir. Ve يدون الإسروسيت أو الإسروسايت الألوار أو هجرة تشكردكي أرميان وينو تشوك برونو كان هجرة سدر كانا كرمزي اللي هو كرة الدم الحمراء يعني قلنا إن هي تبقى نون نيوكليتد سيلز وموجودة كان كرمزي اللون الأحمر يعني أو مستوى عن لون الدم الأحمر. طبعا يقول في الاركك بتبقى من 4 6 مليون في 1 مللي وفي القدم في ميل من 4 ونص من 4 5 ونص مليون كل 1 مللي. الليكوسايد اكيوار كل 1 مللي تبقى من 6 ل 10000 سيتوبلازما لرندا جرانيول برونماسي جرانيولوسيت برونماسي اجرانيولوسيت درمونه غوري 2 ayrı ediyor. Yani في السيتوبلازم في عندي بيوجد جرانيولز بتسميها جرانيولوسايت إذا موجود جرانيولز وإذا مش موجود بنسميها أجرانيولوسايت. الأجرانيولوسايت سيتوبلازم دارين ده جرانيول تشيرميان أكوار شكردكليري تك بارتشلر onun için mononükleer lökosayt de denir. Diğer linfosayt ve monosayt. Ve dur lomal agronyolu, agronyolosayt. Bu dur zaman onun ey, sitoplazm deyip de agronyol, çırmayan yani la tehtavi. Adi linfosayt ve adi monosayt. Yani مش عايز اطول في اخد وقت في الكلام لان ده مش هيفيد قوي.
لان كلنا عارفين ايزونوفيلز والبيزوفيلز والكلام ده كله. تمام. طيب الاسبرين بقى دلاق او برضو بالانجلش او اللاتين لين دلاق. المظلة الأوسية الربرة الترمزي كيميك إلي اللي هو الريد بون مارو. وعندي المظلة الأوسية الفلافا دي اللي يساري كيميك إلي اللي هو البون مارو الأصفر. وادي الليمفا الأقان وهنا يبقى دوكو سيفيسين هي لينفوسيتلرين كارشي مسيلي أولوشون سيفين يعني فلويد بيكون بتخلط مع الليمفو سايت ويتشي فلويد أو بتكون يعني الحاجتين دول لينفوسيت مع التشوز بتاع الليمف أو التشي فلويد يعني الليمفو كابيلاري الليمفو كابيلاري النودس لمفاتيكوس لمف دومو ديت يعني اللي هي العقدة يعني لمف نود يعني سايموس اللي هو تيموس بيزي التمثيل اللي قلنا بادم جيك خدناها قبل كده وادي الهيموليسيز يعني في بارتشلان مصري للتروسيت لكتروس او جندس يعني سارلك لتروبنيا يعني في اظل مصري في عدد القام بالليفر وسايتوزس بيبقى فيها ارت مصري ادي اظل مصري وادي ارت مصري عكس بعضه برضه ليكوبينيا نفس وعكس الليكوسايتوزس بس هنا على الليكوسايت وادي الجرانيولوسايتوبينيا جرانيولوسيت فيها أزالي يعني فيها قلة ترومبوسايتوبينيا بيبقى ترومبوسيت أزالي أنوكسيميا اللي أنوكسيميا يعني أكسجين أزالي يعني لا يوجد أكسجين كافي في البلد كان دايتر لأكسجين بلون ممصي هيموريج قنما الجيوفاج اللي هو التبراكي ما بياكل تراب معلومة للناس الأطفال عند أنيميا بعد كده الثاني تريمليري عندي سيبتسيميا عندي لوكيميا وسكومبو أثينيا وهيموفيليا هنا البكتيريا يعني البكتيري والبكتيريا توكسين الرنين قانون جيتشي مشي نتيجة بيكون في فيبر و تترمة يعني رعشة وحرارة نتيجة لمرور المايكرو أو توكسينز بتاعت البكتيريا للبلوك لوكيميا قان يابان دوكو الرنين وأنجليك لديكوسايد ترسينين أنجل هوجو الرنين جنال بنيوبلاستيك أستري يعني ده تيومورز ترومبو أسينيا ترومبو سيد إشليف بوزوكلو في بوزوكلو يعني ديس أوردرز في الإشليف يعني في الوظيفة بتاعت ترومبو سيد هيموفيليا باكتولوشما فاكتولورين خلطة الأوراق إكسيكيا قصور له قلوش دور ندني أوراشان كانما هاستلاك هيموفيليا يعني في مرض نزيفي يحدث بسبب حدوث قصور يا إما نقص في الفاكتورز اللي هو بيحتلوش ما إذا كنت من الفاكتورز يعني سلاسيميا قصور له هيموغلوبين سينتيزيز ندين لي أورتاتش ماشي هذه السلاسيميا بقى فينا قصور له في الهيموغلوبين سينتيزيز إيداتري إيتوسايتوزس إيتوسيت أو إيتوسيت إيتوسيت زار إيتوسيت زار بوزوكلو الإيتروسيت اللي هي الإيتروسايت زار ممبرين يعني بزوكتو يعني خلل فيه بسببه هيحصل دوم صار ديزيز ده هتري إليبتوسايتوزس
Anemia. Alb or sayısının ve hemoglobin normalin altına düşmüyor durum. Yani adet red cells تحت red blood cells و الهيموغلوبين بيكون تحت الطبيعي نورمالين الالتينيت دوشمير دوروم حالة من انخفاض تحت الطبيعي للهيموغلوبين وعدد الريد بلاد سيلز هيك بكون فانكشنال انيميا وميجا بلاستيك انيميا فيتامين بي انا يعني مش عايز اظهر كل حاجه بس خلينا نقول ما مش يعني دمير اكسكلي بالغ الى شين انيميا يعني نقص الحديد دمير اكسكلي طبعا انا بقول بحاول ان ده كله في الاخر استفاده ان دي كلها كلمات مهمه وغريبه بالنسبه لكم يعني فلازم برضه تراجعوها بس على السريع يعني مش حفظ انت بس بتحفظ الكلمات اللي ممكن تكون جيده في كل سطر يعني مثلا كلمه الدمير دي عليك مثلا تحفظها مثلا وهكذا كل كلمه بقولها مثلا جديده معلم عليها انت عندك المفروض يكون انتوا اصلا الدمير هو الحديد نعم حديد ايرون يعني فضل تكونوا انتوا اصلا طبيعيين الورق ده ومحضرينه معاكم ورق وفي ايدكم قلم كده بتكتبوا بالرصاص على طول وده طبعا اللي هو مش عايز يراجع المحاضره اللي عايز يراجع المحاضره من الجروب موجود على الجروب طبعا المحاضرات يقدر يراجعها بس انا بقول عشان انجاز من الوقت الهيموليتيك انيميا في قلمصه للإيتروسيت يعني في تكسر فيها بسبب تظهر الانيميا الاوراق اللي هو السيكل بوجرا ليس سيل انيميا سيكل سيل انيميا في ديفكت في الجلوبولين سينسز فالديزيز بيبدا يتكون ادي هنا بيقول شكل الخليه طبيعية صالق لإيه؟ أريوار شكلها يبقى عامل إزاي؟ أما دي الأوراق هجرة سيكل سيلز أنتم شايفين شكلها عامل إزاي؟ الهيمانجيوم كان دمار تيومرز هايبرسبيرينيزم دران فازلة شلاش مصيني بالي أوراق أورتها شكان يعني بيقول إن السبلين بيشتغل بشكل فوق طبيعته ويظهر بسبب ذلك المرض سبلايتس ضلاق التهابي لينف إديما لينف دمار لرنين تقن مصي بالي أدراك لينف سيفي سنين ديري ألتني بريك مسدر يعني بيتكون تحت الجلد لينف فلويد نتيجة للأبستراكشنز بتاع اللينف فيزلز لينفنجايتس لينف نود أو لينف دمار التهابي لينفوم الليمفويد تيومر عمليات ريمدري سبرينوبيكسي هنا الضالن قارن دوراني تثبيت بنثبت السبرين مع الابدومينال بول سبرينكتومي طبعا شقراء المصري زي ما قلنا ازاله له سايمكتومي دي تايموس بزنين شقراء المصري ليمفادينكتومي هنا الليمف دوم كسب شقراء المصري لينفادينكتومي طبعا كلمة كسب الشكل المصري بنفتح ونطلع يعني بيحصل فيه فتح مع تطليع مش بيشكل كلها لبعضها كيميك الي ترانسبلانتسيون هاستا كيميك الينين هرب ادلريك يرني صالح بير كيميك الينين فيرمسي يعني البون مارو بتاع واحد بايظ بنجيب واحد صحيح ونحطه مكان نستبدله به طيب الكارديو فاسكولار سيستم فاز يعني دمار انجي دمار ارتريا اتار دمار ارتريول كوتشوك اتا او ارتر ارتريولا فينا توبلار دمار فيليبوس توبلار دمار فينيولا كوتشوك شابل فينلير كابيلاري كلجال دمار كور لو يوريك او قلب كارديا يوريك او قلب البيريكارديوم طبعا اللي هو بيكون
حوالين القلب قلبين شبر الإنذار إيبوكارديوم اللي هو بيكون اندشتكي قطمان يعني آخر واحد خالص أو أكتر واحد برا مايوكارديوم بيقول إن هو يكون القلب قصي عضلات القلب نفسها إندوكارديوم بيكون إنيتش قطمان أكتر واحد داخل هارت هارت ريت طبعا اطين يعني دي اللي هو نبضه نفسها يعني بسرعه ضربات القلب بتبقى نورمال دان فازل المصري اكتر من الطبيعي سميت تاكيكارديا براديكارديا تبقى ايه هتبقى نورمال دان ازول المصري الريتميا تبقى نورمال ريتمين بظهور المصري قلبين نورمالي او نورمالي ريتمين بظهور المصري في مشكله في ضربات القلب الطبيعيه بالبتاسيون او بالبتيشن شاربين ده هما تشربين طبعا ان يعني بيجي يقول لك عندك شاربين ده يعني عندي بالبتاسيون او بالبتيشن فشاربين ده هي الاهم ما يعرفوش بالبتاسيون ساينوزس مرارمه برضه كان اكسجين لين يكون اكسجين لين ميسن يترسيز او مصني بالي اولوراك اولوشور ساينوزس او مرارمه الأكروسيانوزيس بتبقى الإليرد في الهاند يعني وضعها سريك وضعها أكلاردان جرولون ويدريديكي وتشوك وضعها لارين سباسميني دين الأولوشون الناتشي أرسيز سيستيماتيك سيانوزيس يعني بيبقى بينلس و الناتشي دي يعني عنيد يعني ريزيستنت يعني وسيستيميك سيانوزيس موجود بسبب إن في السكين تريدكي كوتشوك دمالرين السمول فيزلز في هزباز وطبعا هو بيكون في الاليرد وبيتشاف في الهاند اكتر وفي الفوت سكيميا في رانج بير اورجاني يترنج قانم يتنمسه يعني عدم ذهاب الدم بشكل كافي اي organ herhangi bir organı yatırınca kanının gitmemesi yani الدم المطلوب او المحتاجه ما بيروحش بشكل كافي هنا يرمس الرسم ده بشكلار ده ارتفاع شكلان شدة القصع الصدر يعني في الم في العضله شديد بيظهر في الساق اثناء المشي دولاشن بزخلو بالي olarak ortaya çıkar denilme ile geçer yani دولاشن بزخلوunu بالي olarak ortaya çıkar بيظهر بسبب خلل في circulations denilme yani مع الراحة ile geçer بيختفي vasoconstriction kan damarlarının daralması في blood vessels vasodilatasyon kan damarlarının genişlemesi اتساع genişlemesi tanı terimleri kardiyomiyopati kalp kasının iltihabı olmayan patolojik lezyonlarıdır في الباثولوجيكال ليجنز بس هي مش الانفلاماتوري نون انفلاماتوري يعني باثولوجيكال ليجن في الماسلز ذات الهارت سكيميك هارت ديزيز شنو نقطة كوروناري ارتروسكلروز او ارتروسكلروز دان كاينابلانان في قلب قاسلاراني يترنج قان جلمسيني انجلاين قلب هاستالي يعني ده الهارت او الاسكيميك هارت ديزيز بيبقى في كورونري ارتروسكلروزس هو ده المنشا والهارت ماسلز البلد اللي رايح لها بيكون مش كافي او بتمنع تدفق الدم بشكل كافي ده الهارت ديزيز او اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز هايبر تنشنز طبعا ارتيريال قن بسنجي ارتيريال بلاد بريشرز ارتيريال بلاد بريشرز ارتيريال ق
kan basıncının yükselmesi. Essential hipertansiyon tek bir neden bağlanmayan hipertansiyon. Ortostatik hipotansiyon işedik durumu geçirgin kan basıncının aşırı miktarda düşmesidir. Ortostatik hipotansiyon kişi dik durumu geçirgin kan basıncının aşırı miktarda düşmesi. الحال اللي الواحد بيبقى مثلا واقف ويقعد او عفوا يكون قاعد يقف البلاد بريشر بينزل بشكل سريع دي مشكله ستاتيك هايبوتنشن اتروسكلوزس اتيروما اضيلي بلينين لوكالايز ليبيد بريكملرني بالي اوراق انتما tabakasının kalınlaşmasıyla kendini gösteren bir arter lezyonudur. Aterosklerozis. Aterosklerozis fi andi aseroma. Bitler bennaha fi localized lipid collections fi el intimal rayers ve yahsallaha ey kalınlaşmasıyla yahsallaha thickening min nefsaha fe bitteli emil mevsemmel aterosklerozis. زي ما شايفين كده اهوت ادي هنا دمار بشكل طبيعي اهوت بدأ هنا البلاك تتكون وبعدين الليبيد بيتجمع عليه طبعا ممكن الموضوع يكون اصلا فيه انتمال تير فمبقاش فيه سموز دي تيجي بقى واحدة بريت اوف وشوية بلاد سيلز تيجي شوية فات تيجي يبدأ يكون بلاك الشوك دقيقة قلب atım sayısının yatırsız olması ya da duruflu kan akımının kötü bir şekilde alması nedeniyle dokularda giden kan akımının onların can leliklerini sürdürecek yeter lelikte olmaması durumu. Şok tamamen inni heart rate في الدقيقة بيكون يترسز يبقى الهارت ريت عندي مش كافي يا إما البريفرال بلاد فلو بيكون سيء أو بتوزع ضايلماسي يعني الديستريبيوشن بتاعه بيكون في شكل سيء بسببه البلاد اللي رايح للتيشوز بيكون إيه بيكون olay. Onların canlılıkla sürdürüp yatırlıkta olmaması durum yani hala min adam iktifa ev adam iktifa el müstemir li hayvet el odam el rayh liha yani. Kardiyojenik şok ve kalbinin pompalama, fonksiyon bozulması balığa gelişin çok. Çok bir tehdüs netice geldi. Fi müşkele fi el heart pump nefse. Ve heart muscle nefse. Mesela ma kardiyojenik şok. Müşkele kardiyojenik yani ma mümkün yukun el valve nefse mefhul ou fi stenosis ou fi obstructive zey el aortic coarctation ou coarctations. Di kullaha bisema kardiyojenik. لا لا عفوا كارديوجينيك في المصل نفسها صح الموت والتاني اسمها اوبستراكتيف شوك في نوع اسمه اوبستراكتيف شوك وكارديوجينيك شوك كارديوجينيك شوك ده مصل ديزيز مايوباسي والكلام ده كله هارت فيلر والكلام ده كله اما اوبستراكتيف شوك لما يحصل فيه اوبستراكشن في الواي بتاع سرطان الدم زي مثلا اورتيك اوبستراكشن والكلام ده كله هاي بوفوليوم شوك دمار اتش سي في هاجمين از والمصرين اللي جيبتي شوك أحد المستهدف إن في نقص في حجم فلويد أو الباسكولار فلويد. ديتك شوك انفكسيون أجنين أجنين يول أتلي شوك. بسبب إن في عندي إيه؟ انفكشوس إيجنت. أتريال فايبرلاسيون أتريام كاسينين
اتريشن انترسبيكولي ولودنسيس فصل المصل يعني الاسيا المصلز يحصل فيها رعشه اتريشن سروكلي تستمر ويكون regular contractions. Ventricular fibrillations, ventricular muscles stretching, شكلين desperately we do then seize قصر مصر. Cardiac arrest, قلب دور مصر. وقف. Angina pectoris, the coronary arterdeki atherosclerosis sonucu myocard iskemisini bağlı olarak göğüste ağrı ile ortaya çıkan durum. Yani bir ada alan fı sağlıklı diye kimya ama myocard iskemia sebep atherosclerosis fi coronary artery. Şu zaman heyecanlanma ve eksersiz sonucu ortaya çıkar. Yani في بعض الأوقات بيكون مع الستريس أو المفاعلات أو مع الإكسرسايز خاصة دين لندين ده جيتشير مع راحة المريض بيستريح أو بيروح للألم. مايوكارديال انفاركوتس جينيليك لما يوكاردين بير بولومينو جيلين كان أقل من بيردن بري أزال مصير سنوجو أبتدى تشكوان سكينيك مايوكارد نيكروز دور في الغالب بيبقى ان عندي في جزء من المايوكاردين بير بولومينو جزء قسم من الهارت جلان كوروناري كام اقمنين بيردان بري ازال مصير يعني بيبقى في نقص في البلاد فلو او الكوروناري بلاد فلو للجزء دوت وبالتالي بيظهر الاسكيميك مايوكاردين نيكروزس. لو سمحت بيستخدموا في الكتاب ما بين قوسين يعني مايوكارد انفاركتوس بالسؤال مكتوب لي ولا الصوره اللاتيني؟ لا بيستخدموا طبعا انفاركتوس بشكل ده مش بالاي بيستخدموا بالاي يعني الشكل التركي اللي هو بين قوسين. بالظبط ده اللي انت هتعود عليه في الامتحان. مايترال ستينوزس طبعا بالتركي ميترال ستانوزيس ستانوزيس ميترال ستانوزيس. وانا معلش والله الواحد بيحاول قدر الامكان افرغه بالتركي بس احيانا الطبع اللي هو الانجليش بيضع الواحد بيمشي على طول بقى. ميترال قابين درال مصدر ميترال قابين درال مصدر. على فكره هي مشكله جدا يا جماعه في موضوع تعلم الطب التركي اللي انت اصلا بعد كده بعد فتره بتبدا تعاني اصلا. انت مثلا 15 سنه بتدرس طب بالانجلش ولكن بقيت تتعود على مصطلحات الطبيه التركيه فدلوقتي تيجي بقى تتكلم مع اي حد لو انجليزي بتدخل له تركي لو دكتور تركي بتدخل له انجليزي وتبقى الدنيا بص يعني ايه بقى المستعان يعني. فتبقى الموضوع فعلا مرهق خصوصا لما تيجي بقى تتكلم مثلا مع حد بالانجلش شويه وانت بتدخل تركي معاه والكلام ده كله فعايزه فتره لحد بقى ما تبقى انت بص تقدر تعمل كنترول تماما وانت بتتكلم مع ده تركي يبقى كل مصطلحات تركيه ده واحد اجنبي عربي وانجليزي بيعرف تركي بيعرف انجليزي يعني بس انجليزي فمحتاج تسيستم كل الكلام انجليزي معاه. ف ولكن يعني انا بتكلم مع اطباء اطفال بصراحه وبخلط تركي على انجليزي ومفيش مشكله راجل يعني انجليزي خالص وفاهم وانا فاهم وفاهمين ومفيش اي مشكله خالص. هو ده بصراحه بيرجع لفتره كبيره بنسبه كبيره لاقتراب الكلام من بعض وهم كمان دارسين اصلا الترمينولوجي عندهم في سنه اولى بيدرسوا الكتاب ده عندهم فهم برضه فاهمينه يعني فاهمين كويس انت بتقرا او بتتكلم طب انجليزي مش طب هندي يعني. المهم مترال انكومبتنت مترال طبق طبقي يترسز لك يعني المترال بيل بيبقى انسفشنت ميترال ريجورجيتيشن او ريجورجيتيشن الميترال طبق طبقي يترسز لك. طبعا هنا في فرق ما بينهم في انكومبتنس بيبقى ميترال قابين طام ادراك قضاء مواصل يعني مش تماما بيتقفل يعني. اما هنا في الريجاكتاسيون هو
Monitor hakkında baktım. Nasıl kelam vardı? بس في الكومبيتنس انا افتكر ان الريجوليتيشن بيرجع يعني عشان كده قال لك هنا ايه سول اتريومي جري كاتش مسيلي ارتفاع تشيكان دورو مدر حاله من يحصل هروب للدم لتاني ليفت اتريوم تاني الاورت ستينوزيس اورت كباكلارنده herhangi bir nedenli darlık oluşmasıdır. Yoksa darlık لأي سبب في الأورتيك فالف تركز بالستموز نفس الكلام تركز بالكومبتنس نفس الكلام خلاص بقى الكومبتنس قلناها والريجابيتيشنز والبامولار ستموزس والانتوكارديتس والبريكارديتس كل دول كونجستيف هارت فيلير الكي كي اي او كونجستيف قلب يتميز ليه قلب كان نورمال اوراق بومبالي يعمماسيني bari olarak barmunar ve sistemi dolaşımda kondisyon dakikadaki kalp akım sayısının azalması nedeniyle dokuları gitin kan miktarında düşmeye yol açan sindrom. Az yol inni besef inni bomba miş tabiye dertil hart ve barmunar ve sistemi dolaşımda yasafin kondisyonuz. يعني الفينوس روتيرن اللي جاي على الرايت سايد هارت بيجي فبيلاقي ان البومبا بتاعت الهارت بتطلع بالعافيه لسه مكونه شويه فيجي ده على ده بيكون اخطر فالموضوع بيبدا يحصل ايه يحصل استاجنيشنز او كونجيشنز في البلمونري لما يكون مشكله في الليفت سايد هارت يعني في عند ليفت سايد هارت فيلير يعمل بلمونري كونجيشن ويكون right side heart failure يعمل لي circulatory أو اللي هي circulatory congestion. Patent أو patent ductus arteriosus. Ductus arteriosus un açık kalmasıdır. Yani ductus arteriosus kalmasıdır بتبقى açık مفتوح. وادي الفنتريكولار سيبتال ديفكت يعني فنتريكولار سيبتال ديفكت هنا في اتشطلق في السيبتوم ما بين الفنتريكولز وادي اتريال نفس الموضوع تتروجي اوف فالوت عبارة عن برمونري ارتري دار لي ادي واحد برمونري ارتري استيموزس عندي اثنين فنتريكولار ار اس اي سيبتوم ده ديلك في عندي ventricular septal defect او انتر ventricular septal defect وعندي صار كارنجكت هايبرتروفي واورتد ديكستروبيزيسيون ده بدرجن بير كونجنتال بير قلب هاستر وعندي في عندي اورت ديكستروبيزيسيون وعندي رايت ventricular هايبرتروفي الانيوريزم damarın bileği bir bulgusunun genişlemesinden oluşan baloncuk او şişkinlik yani في انتفاخ او في تورم في بشكل اتساع يعني في منطقه من الدمار دمار معروف يعني او وزن او بسمى انيوريزم في البيت طبعا اورتك زي عادي يعني في البيت فين التهابي ثرومبوفيليت ده بيبقى في ترومبوز او تابل اكسيون الماسي درومبر فريكس اوزرليكت ارت اكستريمتلري يورون فين كباكلارينين بوزولماسي نديني فين لرين اوزاير genişleyerek كيفرين الماسي درومبر طبعا الفريكس او الفريكس خصوصا يعني سبيشالي في اللور اكستريمتز نشوفه في الفين فالفز يحصل فيها مشكله بوزولماسي بوز بسبب كده الفين ريم اوزايب جنش ليراك
يحصل فيها زي اتساع وتمدد في القوام بتاعها. دكتور يعني المواطن التركي لما احكي له فاريكس مفروض يفهم بما انه بلغته؟ بيعرف فاريكس. هي من القصور دي التركيه اصلا، فاريكس بيعرفها. يعني زي كاني بحكي دوالي بالعربي. فاريكس عادي. البرجر او برجر الصدي دمار ليومنين دار المصير كاركتريز كاركتريز فيجن ليكلي جانجرين الي سون لامن دمار هستلي، يعني مرض او ده فاسكولار ديزيز بينتهي بجانجرين عامة، وبيكون بيتميز بان في ناروينج في الفيجن هيومنز. رايونوت او رايونيت او رينو ديزيز ان اكوتشوك ارتريو لرنين اوزر ليكلي بارماكلاردا ve bazen dağıtının delge ve diğer uç kısımlarda spazme nedenli renk solması ve sayanoz görmesi. Yani ama خلينا نتفق ان احنا مش بنقول حظ الكلام ده عشان ما حدش يكون عنده خضه او حس الموضوع ايه. احنا جاست بنعمل عصف ذهني بنقرا لكم، وانت بقى شطارتك تحفظ والله ال 5000 كلمه بتوع النهارده، يبقى انت كده زي الفل خالص. حفظت 4999 كلمه يبقى انت زي الفل، وهكذا يعني 4998 كده يعني. لكن بعد كده ما ينفعش. طب انا بهزر معاك يعني. يعني قدر الامكان حاول تسمع تكتب الكلام ده، تعرف تكتبه وتقراه، هيفيدك جدا جدا بعد كده في حل الامتحانات والكلام ده. كل ما تحفظ اكتر كل ما يكون مستواك في التعامل مع الامتحان اسرع واكفأ طبعا. طبعا هو الكلام يمكن انا بعتمد على ان معظمكم واخد مستوى اول لغه تركيه مع الاستاذه هبه، وماشي دلوقتي في المستوى الثاني، فيعني اكيد بقيتوا بتاخدوا على شكل الجمله التركيه مظبوط ولا في صعوبه؟ انا بسالكم. احسن شويه يعني، احسن من انه ما نبقاش فيه خالص بصراحه. يعني الدنيا مع الترجمه، انا بترجم لكم حرف حرف يعني، فاكيد الموضوع بنربط. لا بنربط ان دي اللي قصدت بيها كذا ودي اللي ترجمتها كذا يعني. بل بالعكس، اللي عايز يتعلم اي لغه بشكل سريع وقوي يترجم، يستخدمها ويترجم يعني. فانتوا بتاخدوا اثنين في واحد، بتاخدوا درس لغه درس الطلاط يعني. طيب الامبوليزم دولا شملة سروك لنين بهدي ذي دير بير يابانجي مد الي دمادرنين تقن مصر. يعني في عندي في السيركوليشنز في بهتا نعم يابانجي مادة فورم بادي فورم بادي و دير أزر بير يابانجي مادة يعني فورم سبستانس اللي دمار لان انت كن مصير تعمل obstructions للفيزلز يعني. يعني عندي obstructions للفيزلز بمادة غريبة او حتى كمان بهتلي بتمشي او بتتجاور في السيركوليشنز. عمليات ترم للري anastomosis damarları az azı birleştirilik iki damar arasında geçiş oluşturmak. Yani peki fethet vezet mi fethet yani yollar botuhuma bağdohum ismi anastomosis. Bypass ameliyatı tıkalı olan koronari artri kubrolemi ameliyatıdır. Yani istedim جرافت مثلا وبعملها لوصله بين او اوصله لكورونري ارتري معمول له اوبستراكشنز تقليا يعني اوبستراكت كورونري ارتري يعني بعمل له كوبري. فار بليسمنت اتشق قلب عملياتي اوبن هارت اوبريشنز والبزوق طبقه شيك لوري ديشترمك اماجيلي يابلون عملياتي. يعني عملية بعملها بهدف ان انا اغير الفالف البايز. بيريكارديوتومي بيريكارديوتومي بيريكاردين çıkarılmasıdır. انجيوباستي darılmış kan damar ameliyat düzeltme yani بصلح بعملية ال darılmış kan damar اللي هو الضيق يعني بعض الضيق
ثرومبكتومي بشيل اكيد البهتنين اللي داخل الدمار. كارديو ترانسبلانتسيون هنا القلب نقل. كوريكشنز الاتريال سيكل ديفكت هنا الكلوكات شكلاري او الكلوكات شكلار ارسن دقيق ديفكتين ونرال مصير بنصلح ونرال مصير تصليح الديفكت ان بتوين الاتريوم تو اتريوم. كوليكشنز الفنتريكولار سيكل ديفكت الفنتريكولار اللي هو القارنجيك لهر ارسن دقيق ديفكت برضه ونرال مصير. الانجيوغرافي kan damarlarının radyo obek madde vererek röntgen filminin çekilmesi. Nishaf film sura adiye بعد اعطاء radyo obek substance في visit او blood visit. Anjiyo kardiyografi kalp ve büyük damarların radyo obek madde vererek ve röntgen film çekilmesi. Son sistemi, auriculatu sistem. Nasus, au nasus yani burun ile nos, yani seherin. Cavitas nezei ile burun boşluğu. Nezel cavity yani. U septum nezei ile hova. Burun boşluğu deki olarak iki burun bolmu. Le septum nezal. Vestibulum nezai burun boşluğunun giriş bölümü güzel olan bir hoş minnu avla madhal nefsu ta'al anf ama septums huwa illi between two holes fathetin yani da septums الجزء المتعلق بالجزء المتنفس بتاع الانف بسميه ريجو respiratory ورigo olfactoria وsinus paranasalis كل دول حاجات يعني في الأنف نفسها دي مثلا كوكو بولجسي يعني olfactoria paranasalis يعني حوالين النوز يبقى برون بوشلو تشبرسين دكي كمفلير تشين دكي بوشلو يعني تقويف داخل العظام اللي بتحيط الأنف أو النيزل كافيتي يعني الكلام كله القراءة مش أكثر. عندك بقى ساينس ماكسيلاريس عندك ساينس فرونتاليز في الماكسيلا وفي السفينويد وفي الفرونتاليز وفي السمويد دي اللي هي الساينس اللي عندنا. اللانكس طبعا بيرتلاك جلوتس بيرتلاك بجلوتس اللانكس بوصلو يطمع سراسين دا كاباتان كردا جزء الغضروف اللي بيقفل أثناء البلع في اللانجال كابيتي بلايكا بوكاليز السيس تيلري بالصوتية تراكيا سلوك بروسو منبوب البل المنبوب التنفسي كارتريج وتراكية برونكوس أو برونش طبعا مهمة برونكيولز برونش وجوك دي مهمة برضو برونكيولز عندنا برونش تحفظوها هنا برونش وجوك عندي كمان ألفيروس بلورا بين قوسين هي البلمو اللي هو أجر يعني لانك أجر يعني لانك بلورا اللي هو جوزاري سيستم برين كان بلورا معروف البلورا بتاعت الموجود عليها يعني توراكس جوز بوشلو أو جوز في ميديا ستاينم أو ميديا استنونوم دي اللي هي اكي اجير ارسندكي بوصلو التابت اللي بين التو لونج اوندان من في من الامام في جوز كيمي عظم الصدر اركضان في امورجا دي الفرتبرال نيرز
او ريال بالزبر عموما يعني. تشين ده في بسط في القلب والمقبوزري دي شيك يقدر فارتر اكسبرسيون سلوك فيرم بيطلع النفس انسبرو سلوك ام بياخد النفس vital capacity tam bir inspirasyonda sonra tam bir ekspresyonda çıkaran hava miktarı da hacmi hava اللي بياخده يقدر ياخده وطلعه تماما الفانكسيونال او الفانكسيونال ريزيدوال كاباسيتي ده نمبر بير اكسبرسيوندان sonra ciğerde kalan hava miktarıdır yani hacmi hava المتبقي في الرئه بعد ما يعمل اكسبريشنز يسموه فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي او فانكسيونال ريزيدوال كاباسيتي الابنيه الابنيه كون ابني نورمال سرونوم ديزنيا نفس دارلي في ديف النفس او سرونوم جوتشرو كلمة جوتشرو لو قلنا قبل كده معرفش قلنا ولا لا خش اي حاجة بمعناها صعوبة في التنفس صعوبة في البلع ابنيا قلنا جيتشي ودراك سرونوم دور مصير توقف مؤقت ابنيا براديبنيا يواش تركيبنيا انه سكسون يعني سريع او نفس كتير هايبربنيا ده بيبقى درينلك يعني عميق وصاي ودراك فاضلة ونفس أسرع هايبوبنيا بيبقى سوبرفيشيال أرسوبنيا بيبقى هاستا سيرت أستويا تركان أرتاة شكان سروم سكان تصدر يعني المريض لما بينام على ظهره هاستا مريض سيرت أستو على ظهره يتركان أثناء نومه أرتاة شكان بتظهر سروم سكان تصدر يعني respiratory disorders أو problems hasta oturur ise eğer durum dayakken rahat sorunum yapabilir hem oldu bir istirahat nefes bile. Bruxizman nüfusörünün dizini gece nöbetli hali de hediye peki fi nöbet peki bilir yani dizini. El kosmal respirasyon hava açılı, nedenli, derin ve hızlı solunum şeklidir. Bu şekli teneffüs sariy ve nefes bir amir, hasatın mağdabetik asidoziz. Hipoksemiye, kanda oksijen azalması, el hiperkapniye, kanda karbondioksit artırması. Ventilasyon, اللي هي الفيزيولوجيكال havalanma yani, havalanma mühimme. Fizyolojikal akciğerden devamlı oksijen akıl hiperventilasyon. Hyperventilasyon yani في سرعة في تغير التيار في اللنج hypoventilasyon بيبقى أكيد هواء دشمني يترسز غير كافي أفونيا سيس قريبي ما فيش صوت خالص ديسفونيا بيبقى سيس قصر ليه ندين لي كونوش مضى وتشوف بيتكلم بسبب في قصر أو في بحة في الصوت ديسفونيا تصف أوكسيوروك بيكح Hemoptizis bir afioksiyonik kan gelmesidir. Ekspektorasyon, akciğer ve suluk borusundaki maddelerin oksiyonik dışarı çıkarılması, oksiyonik bağlam çıkarma. Ekspektorasyon. Tuvan hine hemoptizis bir afioksiyonik kan fidem ekspektorasyons, akciğer ve suluk borusundaki maddeler oksiyonik dışarı çıkarılması. Geht bu madde. أثناء الكح يعني بيطلع بلغم يعني أكسيوروك بلغم شقرمه بيطلع بلغم راينوريا في سولو أكونتسي بتيجي من النوز يعني برون أكونتسي إبستاكسيس برون قانمسي برونكو ريجيا بيبقى عندي بروشتان جلين قانمة برونكو ريجيا بروشتان جلين قانمة Hemoptizis tavan akciğerlerden ve sorunun yollarından kan gelmesi kan tükürme, tükürme. Laryngeal stridor hena bir afi fillerin larynx'teki kısılma nedeniyle sorunun sesli olması. Bir laryngeal stridor. Yani fi andi laryngeal spasm kısılma yani spasm. Mesela bu bir afi sot maruf Sorakalciye ev turakalci goz duvarında hastalığın ağrısı ev ağrı ve goz ağrısı. Septum
deviations او deviation deviation جزء من السيبتوم بيروح يسار يا سولا دروب ايرليك دوستر مثل بيحصل له انحناء كده اليمين او اليسار رينو كيفوزس رينو كيفوزس برون سيرتن ذا برونوم خمار او كمار برون يعني بتلاقي عاملة زي القوس كده اللي هي الأنف محددة يعني راينيتس برون ميكوز السنين التهابية أو نازلة فارنجيتس يطاق التهابية أو فارنكسين فارنجيت يعني هي أدر راينيت أو رينيت فارنجيت لارنجيت جرتلاخ طبعا راينيت يطاق وهذا عند الجرت راك ويوتونين برلكت التهابية بسميها لارينجو فارينجويت ستاينوسيت دوارنين دوشين باو دوشين باو دوكوسونون التهابية سنكتف تشو بيبقى عندي في التهاب بان ستاينوسيت اللي هو بطن ستاينوس لاري التهابية برونشيت برونشيت bronkiyel azme, hava yollarının başka bir hastalığı bağlı olmayan geçici daralması ve tıkanmasıdır. Disney of Hurriedly, Hurriedly, Solonum, Grubun Çufi, Disney of Wheezing. Bronkiyel azme, tamam, bir respiratory way, بيبقى في جيتشي يعني في تمبوري نارونج ومالوش علاقه بأزر ديزيز يعني طبعا بيبقى زي الرجي وكده اتليكتيزيس في جزء من اللنج بيحصل له سون مصدر او كولابس اسمها اتليكتيزيس برونكيكتيزيس برونشيكتيزيا يحصل جنشلمسدر في شكل فريس وكيس يعني سيست وفريس وده جري دونوش سوز يعني الريفرسبل البنوش لارين دي يحصلها برونكيكتيزيس بيبقى دي حالة الريفرسبل جوز بشلونو قان دورمسي نيوموسوس بدورة بشلونو هوا دورمسدر فيها اير إير هاي يوم سورس والبلمونري إمبوليزم كل شيء تاني ما أكمل بس ما تيجي بس الناس الباقية تدخل طيب نكمل عشان خاطر احنا اصلا مجلسنا شويه صغيرين نخلص نيوموسوركس قلنا بلورا بشلون الهواء دور مصدر مليانه بهواء هيدرونيوموسوركس بيبقى في عندي هواء وسيفيدو المصري في الجوز بشلون يعني مش بس هواء لا هواء وسيفي بايوسوركس بيبقى في ايرين اللي هو الباص بالمونري امبوليزم بيبقى في اجر امبوليسي كبير بالمونري ارتري تقايان بهتي بالي أولوراب أجيار برن كمسيني جدين كان أقمني إنجلين مثل بيمنا برد فلول رايح لي اللانج برن كما بسبب في obstructions بكلوت أو arterial obstructions بكلوت في البرنج بالموري انفاركت هنا أجيار انفاركت السو بالموري أرترين تقان مسيني بالي أولوراب أجيار برن كمسيني كروز سنجيش مثلر برمونر هايبرتنسيون برمونر دراشيم سيستمين ده باشنج
artmasıdır. Nimonya akciğer bağıntıması ne? Yani alveolarının ve interstisyal dokunun akut enfeksiyonudur. Pneumokoniozis inorganik tozların solunmasına bağlı olarak oluşan akciğer hastalığıdır. Bronkiyal kanser, bronch kanser, enfizime genişlemiş akciğer alveolarında aşırı hava birikiminin yaratığı gerilmeli bilirken duruşma yetmezliği ve göğüste şekil bozukluğu, bozukluğunu kullanan durum. Hedef enfizime. Enfizime, nefi lung alveoli hasarlar fiyen اتساع و سیویر ایر کولیکشنز بیحصل فیها و دلاشن بی اتمزلیه بیتالی کن فی مشکل فی سرکولیشنز و شست نفسو بیحصل فی دس اردو فی شیب دام پلورستی او پلوریت اشری یعنی دکتر یعنی سیویر Aşırı yani kitir yani. Akciğer hapsi yine lung dokusunun nekrozis ve çevresinde nimonya gelişmesi ile birlikte lokaliz arteriyel lezyonudur. Yani fi nekrozis fi lung tissue. Ameliyat primleri sorak sintez av tora sintez pleura boşluğundan sebebi boşaltılmasıdır. Yine pleural cavity fluid motifi memurlu boşaltılmasıdır. Yani müfaddi. Pneumosintezis akciğerde brekinin sebebi ve kanın bir yeni ile giderek çekilmesi. Nishat من خلال دخولنا بإنبوء بهذا النيدل ونسحب البلاط والفلول اللي متجمع في اللون اسمها نيوموسنتيزس. السرخوسكوبي التوركس بوستونون فايبر اوبتيك بير على انجلين ميسدر يعني عندي هنا آلة بستخدمها عشان كفايبر اوبتيك وخلها افحص بيها السوركس جافيتي برونكوسكوبي تراكو برونكيال يولارينين فايبر اوبتيك في ريجيت بير اليتلي جوز بلوراك انجل مسكر ميدياستاينسكوبي برضو معينه باله او فايبر اوبتيك اله في ميدياستاين يعني بنعمل فحص الميدياستاين بفايبر اوبتيك اله endotracheal intubations yine kontrol bir hava yolu başka türlü salınması trakein bir tüyüp yerleştirilerek solunum salınmasıdır. Tamam intubations endotracheal intubation yani عايز اعمل تدعيم للايرواي بس بتكون بي ان انا استخدم تيوب واحطها في تراكي ترايكوستومي تراكينين دري الي از لاشترالارك هوا يولو اتشل مصدر سوريكوستومي جنالك لتيوب يلشتر مكتشين تراكوستا بير اتشل اتشل مصدر دي واحدة
ثانية يا جماعة بنقول تراكوستومي معناها قلنا إن ياريت تيوب الاشترناكي تشم تراكوستومي الأطشف ليك ده عملناش دي لا وقلنا كمان إحنا قلنا عن تراكيال تيوبسيون طيب التراكوستومي تراكينين دري إلي أزلاشترارك هوا يولو أطشف مصدر فتح فتحة هوا تحت الجلد أو في الجلد يعني من خلال الجلد تراكوستومي تراكوستومي في العموم يعني بنحط تيوب وعشان نحط تيوب تراكوستومي اتشكلت ولوستر مصري بيكون في فتحه في الشيست نفسه عشان نحط تيوب اسمها تراكوستومي نيومونكتومي في جزء من اللنج او اللنج او من اللنج نفسها عمليات الكسر المصري يا اما بناخد جزء من اللنج يا اما ناخد واحده من التو لانجز ونعمل لها عمليات الكسر المصري ناخد جزء منها اسمها نيومونكتومي لوبكتومي بير لوب او بير لوبونوم شفر المصدر سيجمنتكتومي ابجر بير سيجمنت شفر المصدر يعني سيجمنت من اللنج ونعملها تشكر مثلا سوراكوتومي تروكسين اتشل مصي ايش يعني عملية فتح للتروكس ميدياستاينوتومي هنا الميدياستاين نعمل له اتشل مصي دايتاسيون او لانكس دايتاسيون جيرتالون قالت لي جنش لي أو جنش لي المسألة. راينو بلاستيك برونون بلاستيك عملياته بنعمل عملية تجميل في طيب احنا كده النهارده نكتفي فاضل ان شاء الله وعدنا يوم الجمعة ان شاء الله نكمل بإذن الله رب العالمين حد عنده أي استفسار أو أي شيء؟ نعم شكرا دكتور يعطيك العافية شكرا ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم السلام